نعم رخمة، أكيد مش هخلي الناس تقول لي كده طول عمري. لا طبعا. ازيك، انت اسمك بقى ايه؟ انا انت جالك اسم ايه؟ انا جالي اسم ميان. الله حلو، اسم ميان، يا بختك. طب وانت جالك ايه؟ جالي اسم رخمة. ايه ده بجد؟ اكيد قبلتيه صح؟ وقبله ليه يعني؟ اسم على مسمى يا بنتي. الاسم التاني هيبقى ايه؟ نعم هو ايوه، انا طولي 155 بس اكيد مش هخلي الناس تقول لي كده برضو. لا طمنيني، يطلع لك اسم. ماما انا رفضت الاسمين اللي قبل كده. نعم انت كده مجبره تقبلي الاسم الاخير. اعمل ايه يعني، الاسمين كانوا وحشين اوحش من بعض. في عقاب محدش عارفه للي هيرفض كل الاسماء بتاعته. حاضر حاضر، ربنا يسهل. الاسم التالت هيطلع لي يا رب يبقى حلو. عم حتى انت يا حبيبتي اقبلي وخلاص، محدش عارف ايه العقاب. اكيد مش هقبل الاسم ده. انت ما سمعتيش عن البت اللي رفضت الثلاث اسماء وبعدين ماتت؟ لا مش هيحصل حاجه يا ماما، متبقاش دراما كده اوفر. ده اسمي يعني، هرفضه وربنا يستر. انا عايشه، انا عايشه. ايه عايش بلا اسم؟ طب وايه المشكله لما عايش بلا اسم؟ درجات الامتحان وفين اسمي يا جماعه؟ وفين اسمي؟ انت بلا اسم. نعم ايه يعني، نصاطة يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ لو سمحت ايه، محتاجة اطلع بطاقة. اسمك ايه انسة؟ ايه مش عارف. انت جاي تهزري هنا؟ خلاص خلاص، ايه المشكلة انا وقعت فيها دي بقى؟ هحلها ازاي؟ بس 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 ايه بس 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 بس، هو انت بتنادي على قطة؟ انا ليا اسم على فكرة. انت بلا اسم. انا ما قدميش حل غير ان انا ارجع للاسم بتاعي. يلا مش مهم.